رحب بكابتن يوسف هشام المدرب العام. اهلا بيك كابتن يوسف. اهلا بحضرتك، منورنا ومبروك على النتائج الكويسه دي وشغلكم وتعبكم يا كابتن. الله يبارك فيك. يعني احنا الحمد لله، يعني كان في طبعا سيزن طويل قوي، الحمد لله ان احنا جينا في الاخر كده كان نفسنا طويل زي دايما، وعملنا كويس قوي. يعني النتائج بتاعه الجمهوريه تعتبر يعني نتائج كبيره قوي. صحيح. ما يعني الحمد لله انه الموضوع مشي كده، كنا كلنا اصلا مستنيين الجمهوريه دي بفارغ الصبر عشان عايزين فعلا نعمل حاجه، اذا كان احنا كجهاز فني او اللعيبه. فالحمد لله انت بتروح من الصبح لغايه بالليل يا كابتن. دي حقيقه. انا عارف الجو دي حقيقه ده. فعلا 9 الصبح يعني في الملاعب. بنبداها من الصبح الفجر يمكن لو مباراه. لا كنا بنطول جامد قوي. فالحمد لله ان الموضوع مشي كده، بس يعني لانه احنا فعلا كنا مستنيين البطوله دي فعلا من بدري قوي، وكنا نفسنا نعمل فيها حاجه. فالحمد لله يا كابتن منور. نورك، ربنا يخليك. برحب طبعا بلاعيبه النادي الاهلي وبنت الاكاديميه ليلى محسن. ازيك يا ليلى؟ الحمد لله. انت تحت 11 يا ليلى، منورانا يا حبيبتي. برحب طبعا يعني عصفور صغير كده قاعد معانا في الاستوديو، بس الله اكبر، يعني يقال انه ليه مستقبل كبير واحد طبعا ولاد النادي واكاديميه النادي. انس وليد، ازيك يا انس؟ كويس الحمد لله، ازي حضرتك؟ منورنا يا حبيبي. الله، شكرا. طيب خليني اجي لك يا كابتن يوسف. يمكن يعني يعني الموسم ابتدى صعب، انتوا عندكم لعيبه كتير في كل المراحل السنيه، محتاجه متابعه، محتاجه تنظيم تدريباتهم، محتاجه تنظيم للجماعة اللي بيلعبوه، للاحتكاكات اللي بيلعبوها. المنافسه مع الانديه الثانيه لازم تبقى عينك على الانديه الثانيه، هتنزل مين لمين خاصه في الدوري، مين هيلعب مين، مين مش هيلعب مين. نفس الكلام بطوله الجمهوريه، الليفل ده او سوري السن ده انا بنافس عليه، يبقى لازم اروح جامد. رتبت الدنيا ازاي دي؟ كلمني على الديالوج اللي بيحصل بينك وبين كابتن احمد. بص، هو مبدئيا انا عايز اشكره الاول، دي فرصه ان انا اشكره ان هو بجد هو اول ما جه النادي مسك مدير فني، هو كلمني على طول، كان بيعمل التشكيل الجديد وكده، فكلمني على طول ان انا ابقى معاه. فده بالنسبه لي كانت فرصه كبيره قوي، يعني هو يعني ليه فضل كبير عليا. يعني هو وفر من عليا مثلا ممكن 5 6 سنين في الكارير بتاعي بالخطوه دي، فوجودي كان هنا كان مهم قوي بالنسبه لي. حاسسكم اصلا مش بس يعني مدير فني ومدرب، يعني او اسره واحده، حاسسكم بتشتغلوا بالظبط. هو كلنا هتلاقينا كده، يعني الجهاز الفني كله هتلاقينا كده. الموضوع مش اي حاجه مثلا انه مدير فني اصل مدرب عام الكلام ده كله، احنا بجد كلنا هتلاقينا بنتعامل ان احنا تيم واحد. طب ودي طب اهم حاجه. انا عايز اسالك سؤال، يعني خليني اتكلم معاك بكل صراحه. الاسكواش لعبه مكلفه ولعبه غاليه كمان طبعا. يعني المدرب وقته بفلوس، وتفرغه للنادي بيبقى بفلوس. احنا خلينا نتكلم بكل امانه بكل منطقيه. النهارده انت لما تتمرن برايفت او بتمرن في اكاديميه خاصه ممكن يجي لك عائد اكتر. فالنهارده انت وجودك كمدرب عام اكيد انت ضحيت بحاجات كتير عشان تبقى موجود. اكيد. ولو ضحيت ليه؟ لا، وجودي في النادي الاهلي كان مهم. الموضوع مش بس بيبقى فلوس، الموضوع برضو يعني دي خطوة إيجابية عموما حتى لأي حد في الموقف ده. لأ، هيختار إن هو يبقى كده، هيختار إن هو يبقى ليه حاجة كيان أو وضع معين في النادي الأهلي، لأن السي في بتاعه بالظبط دايما بيتقال إن الأهلي هو المكان فوق الجميع. طبعا بيبقى هو اللي بيدي الاسم أكتر، يعني هو اللي زي ما كابتن حسني قال الفقرة اللي فاتت، هو اللي بيضيف لنا كلنا. يعني إحنا بيتضاف لنا فعلا باسم النادي، فدي بتبقى خطوة إيجابية لينا. حتى لو الموضوع مش مسألة فلوس وبس، برضو بيبقى فيه حتة تانية، إيمج وحب للنادي، برضو حب للعيبة بنتعلق بيهم، يعني متعلق بيهم جدا بطريقة زيادة شوية. صحيح، لا باين. فببقى الموضوع مش بس فكرة الفلوس. الله أكبر، ما شاء الله يا كابتن. طب خلينا